مهمه بتكلم عنها. اتفضل. شوف انا حقيقه يمكن يعني ابغى اشكر شيكابالا. اول شيء شيكابالا هذا رجل ترى محبوب، هذا الرجل حب فيه اخلاصه وحبه للفريق البيضاء ودعمه للاعبين الشباب. شوف هذا اللاعب لما يدعم لعيبه الشباب ترى هذا ما يسويها كل لاعب، اذا اللاعب القائد، اللاعب المميز، اللاعب الحريص على مصلحه ناديه. وطبعا انت ما يعني كابتن فارق يعني وفي نجوم الزمالك كابتن جمال عبد الحميد، انا ما احب انسى يعني ما ابغى انسى اسماء كثير. طبعا خالد الغندور، هذه اسماء يعني. لكن شيكابالا في الملعب شوف ايش بيقدم في الملعب مع الزملاء والشباب. صحيح. هذه حقيقه يمكن يعني تاكيد على انه الدور اللي تقوم به اداره والحب والبيئه الجميله اللي في نادي الزمالك تعطي هذا الانطباع الجميل عن هذا النادي العريق. وان شاء الله باذن الله شيكابالا طبعا لا انسى برضه ومبروك صفقه محمد صبحي اليوم الحارس. ايه رايك بقى في الصفقه دي بقى يا استاذ جمال؟ شوف والله انا بالنسبه لي حراسه المرمى بوجود عواد، والان اصبح اقوى بوجود محمد صبحي. صحيح. يعني الاثنين محمد عواد نجم كبير ترى على فكره، يعني يمكن الاخ عمر صبحي يعني في 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 البرنامج في اكشن في برنامج اكشن مع وليد حمل محمد عواد، وانا لا ما حمل الهدف. الهدف كان يعني كان واحد من لعيبه المدافعين اللي هو اظن المسلوسي تقريبا. المسلوسي كان مغطي التسلل. ايوه صح، المسلوسي كان مغطي التسلل. صح، مغطي التسلل، فبالتالي ما كان عواد يقدر يسوي اي شيء. عواد نجم كبير زي ما بقوله زي ما تقولوا انتم في دماشة جديده يعني صراحه. محمد عواد والان جاء محمد صبحي، يعني لا تخاف على الزمالك في وجود المستشار مرتضى منصور وبقيه اعضاء مجلس الاداره. واشكر حقيقه احب اشكر شكر خاص للاستاذ امير مرتضى منصور، الحقيقه حبه وحب هذه الشخصيه الجميله، الشخصيه الاداريه اللي حقيقه تبعث على اطمئنان جماهير الزمالك انه ناديهم ان شاء الله بخير بجلاله المستشار مرتضى منصور. بالتوفيق ان شاء الله للزمالك حبيبي، دائما من بطوله لبطوله ومن نجاح لنجاح. وشكرا لك كابتن طارق يا حبيبي، شكرا لبرنامج زملكاوي المميز وقناه الزمالك اللي ان شاء الله يعني دائما من نجاح لنجاح. حبيبي تتشرف في اي وقت قناه الزمالك. اخيرا بس السؤال معلش هتعبك معايا شويه، النهارده صبحي وقبل كده كان زيزو، الاحتفاظ باحمد سيد زيزو طبعا. أيوة. بنتكلم عن المهنيه والحرفيه في التعاقد مع اللعيبه والحفاظ على كيان فريق نادي الزمالك من قبل اداره المستشار مرتضى منصور وامير مرتضى زي ما حضرتك تحدثت. صحيح. ايه رايك فيها؟ صحيح صحيح، ونجم حقيقه يعني المحافظه تعتبر بالنسبه لي انجاز كبير في ظل كل المغريات اللي كانت. أيوة. موجوده على اللعبة. مظبوط. ومع ذلك استطاعت اداره نادي الزمالك بقيادة الرجل الأستاذ المستشار مرتضى منصور وأمير نلقوا على هذا النجم الكبير حتى يكون يعني دعامة قوية وتأكيد على أن الزمالك بإذن الله لا يفرط في نجومه مهما كان. حتى لو بلغت المباريات قدم الزمالك عرض كبير ونجح في أنه هو يعني يحافظ على لاعبه، وهذا اللاعب المميز زيزو وكل لعيبه الزمالك للامانه يعني. طبعا طبعا اشوف الزمالك السنه يعني، شوف فيريرا لا انسى فيريرا اللي الحقيقه يعني قدم عناصر شابه مميزه، ظهير اليمين نيمار سيد نيمار وحسام عبد المجيد وسيف جعفر عبد المجيد سنتر هاف على ويوسف اسامه نبيه بالظبط فاروق جعفر. فعشان كذا انا اقول لك هذه الاسماء، بالاضافه اللي انا شفت المباراه لفريق الشباب الزمالك لعب المباراه الاخيره كانوا عناصر مميزه يعني اقول جمهور الزمالك لا تخافوا ناديكم بخير، عنده عناصر تخدمه سنوات طويله، ودائما دائما الزمالك هو قلعه الانجازات وهو دائما يعني يقدم العناصر الشابه والمميزه لهذا الصرح العملاق نادي الزمالك، نادي الفن والهندسه.